أسعد الله مساءكم بكل خير. أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. لعل الأستاذ قيس سعيد ردد البارحة هذا البيت لأبي الطيب المتنبي بعد أن صار على شبه يقين أنه مار إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية لا محالة. وها هم أنصاره يصدقون هذه المرة سبور الآراء لمؤسسات الإحصاء التي لم تعد أرقامها تشويشا ولا إرباكا للهيئة العليا للانتخابات، التي تؤكد أو يؤكد فرزها المتواصل أن الحكم والخصم قيس سعيد أستاذ القانون ونبيل القروي نزيل السجون هما المتأهلان لدور ثان حاسم. تونس وشعبها أمام مفارقة عجيبة وساخرة في آن. العجب من الرحيل الجماعي لمرشحي النظام، حيث لم يرحم التصويت رئيس حكومة أو نائب رئيس برلمان أو وزير دفاع أو رئيسا أسبق، فكلهم سواسية أمام رفض الصندوق. ما الذي يحدث؟ الكل يتساءل ويصف وينعت ويسمي ويلقب ما جرى، لكن هذا الكل يتفق في الانحناء إقرارا لنتيجة الصندوق ويقبل المصير. أليست الدروس والعبر ما زالت قادمة من أرض تونس وهي على مشارف الانتهاء من تمرينها الديمقراطي الرئاسي الذي تعدد جرحاه هذه المرة ربما أكثر مما مضى؟ أهلا بكم، أنا مكي هلال. بعد حين نفتح الصندوق، النقاش يبدأ بعد قليل. أسعد مساءكم جميعا مشاهدينا في هذه الحلقة المتابعة دائما لانتخابات الرئاسة وما باحت به أو ما باح به الصندوق من أسرار. لعل السر الأكبر الأول والثاني كشف منذ ليل المتأخر أو ساعة متأخرة في ليل أمس. نتابع بقية التفاصيل، بقية النتائج، ردود الفعل والتفاعلات والسيناريوهات الممكنة. لابد بعد الترحيب بكم مشاهدينا الأعزاء أن أرحب بضيوفنا الأعزاء. ايضا على يميني امن المجري، زين المجري عفوا، عن منظمه الشباب يقرر. اهلا وسهلا بك شباب قادر، ومرحبا بك. مرحبا. معنا ايضا نزار مقني الكاتب الصحفي. اهلا وسهلا نزار. اهلا وسهلا ومرحبا. على يساري الاستاذ ناجي زعيري رئيس تحرير اذاعه موزيكا فام. اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا بك، مرحبا. اهلا بالجميع. دائما كما تعودنا نبدا بتقرير استهلالي يؤثر ربما كل ما جرى في دقيقتين يزيد او يقل قليلا. هذا التقرير الافتتاحي لبلال مبروك، نعود بعد قليل. المرشح المستقل قيس سعيد إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية بفارق مريح، فيما نبيل القروي يحتل المرتبة الثانية وفق استطلاعات الرأي، مع منافسة شديدة من مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو. نتيجة أكدتها الهيئة المشرفة على الانتخابات بعد فرز 50% من الأصوات في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 45%. مفاجأة المفاجآت بحسب متابعين حققها المترشح المستقل قيس سعيد، يصفه البعض بالحصان الأسود، لكن البعض الآخر يعتبر صعوده نتيجة حتمية لإحباط طبقة شبابية ومجتمع لم يعد ينظر لمنظومة الحكم بعين الرضا. فالرجل عزف على وتر الوجدان بلسانه العربي المبين وملامحه الهادئة وبتقشفه وعدم تكالبه على وسائل الأعلام بحملة انتخابية بسيطة ونقاء ثوري بلغ الرومانسية آثر قلوب الكثيرين، بل وعد بفتح ملف الثروات الطبيعية ومراجعة العقود المبرمة مع القوى الخارجية. اختياراتنا يجب أن تنبع من إرادتنا. نبيل القروي من وراء القضبان وهو ملاحق قضائيا بتهم تهرب ضريبي، يضرب بقوة ويستقطب السواد الأعظم من أصوات الطاعنين في السن، وهو المستثمر في فقر الناس مالئا فراغا
تركته الدولة، فكانت المفاجأة الثانية. زلزال سياسي إذن، وإن تقبله البعض برأس بارد. وإحنا نحترم نتائج الصندوق. سننتظر تأكيدها مما يدل لمكاتب الاقتراع، ولكن نحن مطمئنون. كان نتيجة تشتت الطيف الديمقراطي ربما، كان نتيجة العبث بمقدرات الدولة يحتمل، فيما يجمع طيف آخر أنه وليد استراتيجية محكمة من قبل حركة النهضة الإسلامية لمزيد من الأحكام على مفاصل الدولة بسلطاتها الثلاث. مش مضمون الجيش، صحيح مش مضمون، والشرطة مش مضمونة. فالمجتمع السياسي التونسي يراقب الوضع عبر خطين متوازيين، عين على الانتخابات التشريعية وما ستفرزه من ملامح جديدة بعد نتائج الرئاسة، وأخرى على الزمن القضائي ومدى جدارة مرشح سجين بالتربع على عرش حكم البلاد وقيادة القوات المسلحة. وستبقى تونس عصية على كل من يهدد أمنها ومسارها الديمقراطي في الداخل والخارج بفضل جيشنا الوطني البسر. ما بين الفرضيتين مرحلة حبلى بتطورات قانونية وسياسية وانتخابية حامية. بلال مبروك لقناة الغد من تونس. المرحلة حبلى بالمتغيرات والوعد بالتغيير. أيضا سنحاول أن نقلب كل هذه الاحتمالات مع ضيوفنا الثلاثة. أبدأ معك ناجي، عطفا بالمقدمة وما استهللنا به، خلق تونس البارحة سهرة جراها واختصم. بالنسبة للأستاذ قيس سعيد، هل تراه نام ملء جفونه أم هو مشغول أكثر واحد ربما بهذا سميته أنت الزلزال في افتتاح تحيتك اليوم أو الحلقة الأولى من الزلزال؟ الصورة الأخيرة إذا جمعناها بعد كل ما جرى البارحة، يحق له أن ينام ملء جفونه. طبعا يعني انتصار، لا أقول انتصار سحق، ولكن الانتصار يعني مستحق. نعم، انتصار مفاجئ، انتصار صادم للطبقة السياسية برمتها. نعم، ويعني قد يكون صادم حتى لجزء مهم من الرأي العام، صادم لنا نحن كعالميين، لم نكن نتوقع يعني صعود يعني شخصية الأستاذ قيس سعيد وسيد نبيل القروي ومرورهما إلى الدور الثاني، رغم أن عملية صبر الآراء منذ حوالي تقريبا 6 شهور يعني كان يعني كانت هاتين الشخصيتين يعني في مقدمة الشخصيات الأكثر حظوظا في الانتخابات الرئاسية. يعني أتذكر جيدا منذ حوالي 6 شهور يعني كان التنافس بين قيس سعيد بين ونبيل القروي، صافي سعيد أيضا حينها لم يكن لحركة النهضة مرشح، ولكن أيضا صدور الآراء ناجي كانت ترشح الشاهد والزبيدي من داخل المنظومة في الحكم، وكان السقف عالي للانتظارات والوعود في الحقيقة. أيضا صحيح صحيح، هذا لم يحدث لم يحدث يعني. وخليني نقول لك مكي أنه يعني إلى جانب ما كانت يعني تروجه مؤسسات صبر الآراء، كانت هناك أرقام يعني ربما لم يقرأها السياسيون بشكل جيد، وهي الأرقام المتعلقة بنسبة التونسيين الذين تراجعت ثقتهم في الطبقة السياسية. نعم، بأكملها يعني تراجع ثقتهم في الحكومة، في البرلمان، في الأحزاب الحاكمة. والنسب أتذكر جيدا أنا منذ حوالي تقريبا 2 شهر يعني وصلت النسب إلى حدود 70%. نعم، من التونسيين وخصوصا من فئة الشباب فقدوا تقريبا ثقتهم بالمطلق في الطبقة السياسية برمتها، ويعتبرون أن هذه الطبقة السياسية تتميز بالانتهازية بالنفاق. نعم، هي طبقة لا تبحث إلا عن السلطة، لا تبحث إلا عن الكراسي، أداؤها هزيل جدا. نعم، يعني لا ذكر يعني تحدثت يعني في كثير من المرات مع بعض الشباب، وخصوصا يعني في الشباب اللي كنا نستدعيهم ممثلين لبعض الجمعيات، ويعني تسمع منهم
مدام بحضانة زينة عن منظمة الشباب قادر، سأستغل وجودها لأسأل عن هذه النقطة أو نحاول أن نعمقها مع زينة. أنت ذهبتي للتصويت لكن عندك فكرة على أسباب عزوف الشباب؟ الأغلبية لم يذهبوا كما تقول الأرقام، أو ذهبوا وصوتوا القيس سعيد. لماذا هذا العزوف أولا، ولماذا التصويت لهذه الشخصية بالذات؟ شوف مكي، هو أولا الأرقام الرسمية ما زالت ما خرجتش من عند الهيئة، مازلنا ما نعرفوش بالضبط، مازلنا ما نعرفوش النسبة النهائية متاع الشباب اللي مشاو صوتوا البارح. لكن لا، حتى جولة في مراكز الاقتراع وأنا قمت بهذه الجولة 50-40 فما فوق من جاء ليصوت، هكذا نجي ولا صحيح؟ نعم بالضبط. نرجع زادة للمرشح اللي خذيته اللي توا 18% سيد قيس سعيد، 37 بالضبط، في حدود 19% بالضبط. فما واحدة من الأرقام اللي خرجت اللي 37% من الشباب بين 18 و25 سنة صوتوا لقيس سعيد. هذو ما تفكروا 2011 قديش عمره؟ ما بين 9 سنين و 16 سنة بالضبط. معناتها الخدمة اللي قيس سعيد خرج من فراغ. نعم. يعني نعرف اللي قيس سعيد اللي يعرف الأستاذ ما عندوش سمارت فون، يعني عنده يظهر لي نوكيا 3310 رقم، ما عندوش تليفون كلاسيكي تقليدي بالضبط، معناها فما يستعملش، ماهوش قريب للشباب، ماهوش قريب للعيشة نتاع الشباب. وهذه المفارقة زينة اللي حبيتك تحكي لنا عليها. بالضبط، هذه رسالة واضحة للأحزاب السياسية وللطبقة السياسية وحتى للمجتمع المدني، أنه راه السياسة والعمل الفعلي عمره ما كان على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا اللي عداء الأستاذ قيس سعيد زاد نبيل القروي زاد قاعد يقول فيه. الإشكال أنه قبل ما نوصل سي نبيل القروي، الإشكال أنه حتى في الحملة، حتى في غير الرقمي في الواقعي، ما كانش حاضر بكثافة الرجل، ما عملش حملات، حملة انتخابية من كل الولايات ويدور وكذا، كان متعفف غير متكالب هادئ. حتى ظهوره الإعلامي مرة في موزايك في أهم برنامج في القيلولة رفض حتى المجيء. صحيح، رفض. هي حملته الانتخابية كانت أقل الحملات الانتخابية تكلفة بالضبط مقارنة بحملات بقية المترشحين، يعني تقريبا يعني ما عملش حملة بمفهوم الحملة الانتخابية، متقشف ومتعفف، يعني مجالس في بعض المقاهي. نعم. مع الشباب، مع بعض السياسيين، حتى أنه يعني حتى من المفارقات أنه صديق الحميم هو رضا لينين اللي هو شخصية وطبعا القيادة اليساري وبعض الصداقات الأخرى. الأستاذ قيس سعيد رو كان يظهر في عملية صبر الآراء، كان موجود، كان حاضر، وهو أستاذ قانون وما هو سياسي، لم يمارس العمل السياسي. ناجي عذرا، سأسمع أيضا من نزار مقني في هذا التشخيص الأولي. سألنا عن سي قيس سعيد، أنت تحب نسألك على سي نبيل القروي أيضا، ما كانش مفاجأة بنفس القدر والمقدار، لكن أيضا لتبرير ما حصل، هناك من يقول أن الرجل ملأ فراغا تركته الدولة. نعم. هناك من يقول صورة القناة والقصف الإعلامي اليومي لقناته، هناك من يقول العمل الخيري أيضا، هناك من يقول غياب المستوى التعليمي لدى أغلب الكتلة الناخبة التي صوت له. هو الأستاذ القروي يعني يمتلك مؤسسة للاتصال، ومن نعم. بينها اختصاص بالأساس. نعم. ومن بينها اختصاص الاتصال السياسي، وكان نعم. يعمل فيه حتى منذ أيام بن علي، وعملها يعني في كثير من الحملات السياسية. نعم. وفي مثل هؤلاء يعني يضبطون استراتيجيتهم حسب الآتي، حسب الجمهور المستهدف، السوق، منطق السوق، منطق وحاجات السوق. نعم. ثم الرسائل التي يمكن أن نرسلها لهذا الجمهور لكي نتحكم بهذا الجمهور. هذا ما فعله نبيل القروي من خلال مؤسسته الخيرية، من خلال الاثنين. هو المؤسسة الخيرية هي يعني آلية من آليات هذه الاستراتيجية، والمؤسسة ونسمة كذلك، قناة نسمة هي آلية أخرى لتنفيذ هذه الاستراتيجية الاتصالية. نعم. فكان يجمع بين الاثنين، بين الترفيه من خلال المسلسلات التركية الأكثر متابعة. نعم. لدى شريحة هامة يعني وكبيرة جدا، يعني حتى المسلسلات التركية المدبلجة وظفت في وضفت هذه الحملة. نعم. ولو وخاصة بشكل بالدبلجة التونسية، باللغة التونسية. نعم. باللهجة التونسية. يتابعها حتى الكبار في العمر، الكتلة الناخبة كبار في السن، وهذا كل داخل في المقصود، هي محسوبة.
هو اول من ادخل الدبلجه بالجنسيه، هو اول من ادخلها ولم تكن هي منذ 3 سنوات دخلت الدبلجه، يعني وقتا بعدها ما كانتش الترفيه المحض الانفوتينمنت او الترفيه اللي فيه اخبار المستهدف. او فيه جرعه بتاع السياسه. هو صفة بعديه بالضبط، كما قال نزار، جمع بين العمل الانساني الخيري على الميدان والاتصال، وكانت هناك ذراع إعلامية وهي القناة التلفزية. نعم. يعني كان يخاطب الناس من خلال القناة التلفزية والعمل الميداني والعمل يخاطبهم. وهذا هو يعني طبعا. العمل في الأخير الاستراتيجية الاتصالية أو الاستراتيجية السياسية في حد ذاتها لكي تصل لبتحكم بجمهور معين يجب عليك أن تمر من العمل من القصف اليومي الاتصالي التواصلي. نعم. إلى العمل على الميدان، يعني يجب أن تجمع بين الاتصال البعيد والاتصال القريب. الاتصال المباشر كما يسميه بوردينا. وهذا نعم تشومسكي كتب كثيرا في هذا الباب. نعم نعم الاتصال المباشر. نحب نختم معك قبل ما نمشي الفاصل زينة ارتسام سريع على عزوف الشباب، ولو نحب نخصص له العنوان الأبرز. علاش؟ ديسيبسيون، خيبة أمل. إحباط، خيبة أمل. خيبة أمل. خيبة أمل. بعيد عن الخيبات سنذهب لفاصل جميل ونعود لنخوض أكثر ربما في حوارنا ونؤصل هذا الكشف متاع هذين الاسمين اللذين يعتبر صعودهما البعض زلزال. الآخر قال تسونامي، البارح زميل ضيف فنان قال فيضان. سنحل بمعطيات الجغرافيا والتقلبات المناخية والسياسية. فاصل قصير نعود بعده لنواصل. أهلا بالجميع مجددا. سنحاول أن نفتح الصندوق أكثر مثل ما ذكرنا في المقدمة، صندوق الحوار مش صندوق الانتخابي. طبعا الكل يلهج بالصندوق هذه الأيام وأسراره ما كشف منها وما ينتظر. قيس سعيد كان النجم الحاضر هذين اليومين، منذ البارحة النجم الغائب نبيل القروي. حاورنا في حوار خاص لقناة الغد اليوم السيد أو الأستاذ قيس سعيد هذه بعض الوعود وارتسامه على هذا الفوز الذي ربما فاجأه هو أيضا رغم أنه لم يقل ذلك في الحقيقة. نتابعه ونعود لنعلق. في غياب المحكمة الدستورية وباعتباركم مختصين في أو مختصون في الشأن الدستوري، كيف ستتم باعتباركم مختصون في القانون الدستوري، كيف ستتم الطعون الانتخابية في غياب المحكمة الدستورية؟ لا، المحكمة الدستورية لا شأن لها بالطعون الانتخابية. المحكمة الإدارية هي التي تتولى النظر في ابتدائيا ثم بعد ذلك في إطار الجلسة العامة ليكون حكمها باتا. ولكن المحكمة الدستورية لاحظتم بالتأكيد وتابعتم ما حصل، لم تتشكل لأن كل طرف يريد أن يكون له فيها نصيب. القضاء الدستوري يفترض أن يكون محايدا، لا أن يكون كل طرف سياسي مؤثرا بشكل موازن أو بشكل كامل فيها. لا تطرح هذه يعني المحكمة الدستورية أو غيابها مشكل بالنسبة إلى الانتخابات. ما هي رسالتكم إلى الشعب التونسي والشعب العربي بصفة عامة؟ الشعب العربي، نحن شعب عربي والحمد لله نعتز بعروبتنا ونعتز بانتمائنا إلى الأمة. وكنت قلت في الأيام القليلة الماضية حينما تم طرح مسألة الجامعة العربية أننا على الأقل في حاجة إلى تعديل أول في تسميتها لتصير جامعة الأمة لا جامعة الدول، يعني حتى تكون الأمة جاهزة. الشأن رسالتنا أننا قادرون على تحقيق مطالبنا، قادرون على كل شيء حينما تعود السيادة إلى الشعب.
كان هذا جانبا من الحوار الخاص الذي خص به الأستاذ قيس سعيد قناة الغد اليوم. تحدث في أمور عديدة في الحقيقة، من أهمها ما اخترناه الحديث المحكمة الدستورية الغائب الأبرز عن هذا الاستحقاق بسبب مشكل في البرلمان في توافق حول أعضاء هذه المحكمة، أيضا موضوع الوعود للمواطنين، وأيضا موضوع الجامعة العربية التي آثر أن يسميها جامعة الأمة. مش أبدأ معك نزار، تعليق سريع. الرجل ثابت على نهجه، يعلي السقف حتى في التوصيف والأسماء، يريد أن يغير، يطرح بدائل حتى برلمانية، يتحدث على نظام كبار الناخبين مثلا. الرجل يغرد خارج السرب بالنهاية. في الأخير يجب أن نسمع، أن يتم يعني سمعه من قبل جميع الأطياف السياسية في تونس، خاصة وأن الرجل استطاع بزهد اتصالي معين أن يصل إلى قلب الأحياء الشعبية وقلب الفئات يعني المهمشة، رغم أنه يتحدث لغة فصيحة أو مغرقة في الفصاحة، لا لغة شعبية. هذه المفارقة اللي نحب نسأل عليها، نسألكم الكل عليها، لأنه السيد لأنه تم ظهر بصمة صدق، ظهر بصورة الذي يزهد في السلطة، هو ذهب إلى السلطة لكي يغير من حال هذه البلاد. هذا هو الشعار الأكبر الذي وصل إلى يعني إلى التونسيين، إلى الناخبين، وهذا هو الشعار الذي بفضله استطاع أن يتحصل على المرتبة الأولى في هذا الدور الأول للانتخابات الرئاسية. بطبيعة الحال هو يعني شعارات بسيطة، لكن هذه الشعارات يمكن أن تصل إلى أبعد ما يكون في تأثيرها المباشر. يعني كل شيء بسيط عنده، الشعارات، المصاريف، البهرج، الكلفة، يعني زينة. قراءتك لهذا، كيف وصل هذا للشباب؟ وهذا اللي حير، تم حتى اللي يقول أنكا ديكول أو حالة تدرس في الجامعات، ما وصل إليه الأستاذ قيس سعيد. بالضبط، معني حتى جماعة كامبريدج أناليتيكا نصورها مرم بهتي معني. بالضبط، لأنها حالة للدراسة، معناتها حالة قيس سعيد من 2014 المناشدة إلى 2019 مرشح ولا تعدل الدور الثاني، انتخابات رئاسيه في اكثر انتخابات متنوعه في تونس بعد الثوره. قيس سعيد عكس اللي قلته مكي، طريقه الحديث بتاعه سلسه، بالعكس انسان يحكي بهداوه، ما يزربش روحه برشا، حتى لكن كلاسيكيه لغته. انا مختص في اللغه العربيه وازعم انه منحاه في اللغه كلاسيكي، كلاسيكي مفهوم، يعني يذكرك بشعراء المعلقات احيانا حينما يتحدث. نعم، لكن لغته مفهومه، وهذا هو انا نشوف ديما انا بنت حي شعبي، نشوف حتى في وسط العائله نتاعنا وقت نتفرجوا في المناظرات. بالضبط، قيس سعيد هو من الناس اللي تتفهم، اللي نجموا يتفاعلوا معاه الأشخاص، واللي ما يزربش روحه وما يقولش كلام صعيب نوعا ما على العباد، واللي قرب أكثر للشباب خاصة طلبة الجامعات. وعلى سبيل الدعابة فقط زينة، يقال أيضا أنه صالح التونسيين مع اللغة العربية، بل بالعكس أكد أنهم يحبوا اللغة العربية التوانسة عكس ما يروج. أنا قبل ما ندخل لهنا قلت لصديقي راه باش نبدا نقرا بالعربية. أنا توا عندك أستاذ ما لابد باش مجاني على سبيل فضلك أيضا مرة أخرى. ناجي، لابد أن أسمع منك، يتحدث البعض عن أنه هذا عصر جديد، عصر ديمقراطية الرأي لا ديمقراطية الواجهة والبهرج، أو ما تسمى بديمقراطية الرأي العام. نعم، وهذا يعني نمط شفناه حتى في بعض البلدان. هو حبيت تفاهم مع ما ذكرت البهرج في الاتيمولوجي أو أصل الكلمة، هي كلمة فارسية تعني الباطل، فما مفهوم الباطل والحق في الكلمة. تفضل. معاذ الله من الباطل. نعم. شخصية قيس سعيد هو يعني رجل معناه لافت بصمته، لافت بظهوره القليل في وسائل الإعلام، لافت بلغته، بصوته الجهوري معناه. نعم. لافت بإصراره على استخدام اللغة العربية وليس اللغة وليس اللهجة التونسية العامية الدارجة. نعم. يعني من كان يعني من يغازل قيس سعيد، من؟ أو من هو جمهور قيس سعيد؟ جمهوره يعني أغلبهم من الطلبة، من طلبة الجامعة، من خريجي الجامعة، من العاطلين عن العمل، هو الشباب. يعني ثم جزء كبير من خزان قيس سعيد الانتخابي
هم من يعني تتراوح أعمارهم بين, بين بين 18 وتقريبا 25 أو 28 سنة، يعني هذا تقريبا النسبة الأكبر، ثم تأتي بقية الشرائح العمرية يعني والشرائح الاجتماعية. النخبة وصلتوا ناجي، النخبة عددها قليل. لا لا المتعلمون، لا المتعلمون نعم، شباب الجامعة نعم، الطلبة التلاميذ نعم، المسجلون يعني لأول مرة اللي يدلوا بأصواتهم لأول مرة، اللي كبروا بعد الثورة طبعا، هذم يعني المولودين تقريبا بين سنة 95 وسنة 2000 بالضبط، يعني وصلوا سجلوا في الانتخابات ويدلوا بأصواتهم لأول مرة يمارسوا حقهم الانتخابي. نعم يعني شخصية قيس سعيد يعني ظهرت في يعني كان ظهوره تقريبا فيرتويل يعني في افتراضي في على شبكات التواصل الاجتماعي، مع انه ما عندوش حساب فيسبوك، ما عندوش، لكن عنده انصار وعنده صفحات نعم، تشتغل على المدونين على الشخصية أخرى طبعا، ومع المدونين هو صديق نعم، معنا صديق مقرب المدونين نعم. ويعني اليوم انا الحقيقه قعدت ندرس في بعض التعليقات، يعني تعليقات انصار الاستاذ قيس سعيد، حبيت نفهم لماذا صوتوا لهذا الرجل ولم يصوتوا لرموز الطبقة السياسية نعم، يعني عندك كما قلت يعني رئيس نعم، حكومة ورئيس جمهورية برلمان سابق ورئيس حكومة سابق أيضا، رئيس نائب رئيس برلمان نعم، يعني في التعليقات يعني تلقى رجل يعني بعض الاستخدامات اللغوية، رجل نظيف، رجل صادق يقال، رجل صادق، رجل عادل، نزيه، بسيط، ليس من المنظومة، من المنظومة القديمة نعم، أكاديمي، أستاذ أكاديمي، أستاذ تعطيه هذا، أستاذ قانون، خبير في القانون، قانون دستوري، لم يتقلد أي منصب، يعني يراه فيه أكل الطهورية الثورية، قيل هذا في المرزوق الثوري طبعا، قيل في المرزوق، وهذه تقريبا يعني أستاذ قيس سعيد افتك جزء كبير من أنصار المصف المرزوق، لأنه يعني نتذكر جيدا المصف المرزوق يعني في سنة 2012 حال قدومه يعني أنصاره، يعني كان الخطاب ثوري بامتياز، وكان يعني كان الأستاذ يعني المرزوقي يمثل النقاء الثوري، يمثل نعم، جيل الثورة، جيل ما بعد 2011 نعم. فقط حبيت أن نضيف راهو الفارق، تعرف القول ناجي، التاريخ لا يكرر نفسه إلا في شكل مهزلة، هل تكرر صحيح، حرفيا لا فما اختلافات هو ما يعني قد تكون في نسخة مشوهة نعم، قد يتكرر نعم، في نسخة هذا مشوهة، هذا بقول ماركس المهزلة نعم. أنا استمعت لي قريت القيس سعيد حوار أدلى به في صحيفة الشارع المغاربي نعم، استمعت لي بعض الحوارات القليلة جدا، مقل حتى في الرجل الحوارات طبعا، الرجل يعني له أفكار يعني قد لا تتلائم مع النظام السياسي في تونس، يعني الرجل يتحدث نعم، عن الحكم المحلي نعم، يتحدث عن مفهوم مقلوب نعم، تصور للحكم شوية غريب نعم. فقط نحب نسألك نزار لو تسمح عن ردود الفعل، تقريبا المسألة حسمت، لابد أن نمر لردود الفعل، المسألة حسمت، هناك كلمات قبول وهذا يحسب للديمقراطية التونسية، وإن انهزمت الأحزاب ونصف المنظومة فإن الديمقراطية قد فازت، أليس كذلك؟ نعم، هو هذا الدليل على أنه المسار الديمقراطي التونسي مسار يعني يتجه نحو يعني الاقرار والاتجاه نحو الجزيره الديمقراطيه، كلهم صرحوا او اغلبهم، المرزوقي الشاهد صحيح لانه نظيفه للانتخابات يعني كانت شفافه وكانت نظيفه وكانت فيها قبول من الجميع، تم يعني قبول نعم من الجميع، هناك قبول تام من الجميع حول نتائج هذه الانتخابات، وهذا ما يدل على انه تونس يعني ذاهبة في مسارها نحو الديمقراطية بكل ثبات، إذا ما يعني كانت هناك يعني تفاهمات معينة في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية. هذا ما سنخوض فيه فيما بعد السيناريوهات الممكنة. زينا نحب نسألك أيضا عن ردود الفعل، قضي الأمر، حسمت النتائج، اي لكن انا باش نزيد على كلام صديقي اللي راهو النتيجه ما كانتش مفاجاه، هي مفاجاه متوقعه نوعا ما كما حكى سينيجي قبيله، عجبتني مفاجاه متوقعه بالضبط، معنى هذا شيء نشوفه فيه من مارس 2019 سبب فوالا الكتروشوك، هي صدمه فوالا صدمه متوقعه، كنا نشوفه في نفس تقريبا نفس الارقام معناها من مارس 2019، كانت تحتاج تونس لهذه الصدمه الكهربائيه اللي بمعناها ايجابي أكيد طبعا، يعني خاصة
للأحزاب السياسية والطرق ولا الأحزاب والسياسيين اللي يستعملوا الطرق الكلاسيكية في استقطاب الناخبين. باهي ردود فعل، أرجع لي ردود فعل المترشحين، كيف رأيتها أنت؟ هي خلينا نقولوها هي حاجة ماهيش مزية معناها من عندهم أنه يتقبل النتيجة، معناها هذا الصندوق بالضبط، هذا صندوق شنو حكم، هذا الشعب التونسي شنو قال. إيه أما ثم أيضا ما يسمى بالفرنسية الخاسرون السيئون، ولم نرى هذا في اللبنان او البعض، لانه الاغلبيه صرحوا واعترفوا هناو تقريبا. انا نتصور في تونس بعد الثوره ما عادش نشوفوا منهم هذوما، معناها لانه ما عادش عندهم الخيارات، معناتها انه يدخل ولا يعترف بالهزيمه بيروح رياضيا. اما إيه في السابق صار تشكيك، صار عدم قبول في 2014 يعني في علاقه بالدوله الثانيه، الدوله الثانيه بالانتخابات الرئاسيه. نعم يعني الديمقراطيه تتحسن في تونس. ها أكيد طبعا، وحتما باش يكون هناك يعني طعون في أكيد نتائج الانتخابات، يعني وهذا شيء طبيعي معناه وقانوني وحق يمارس معناه. لكن عموما يعني كل تقريبا الأطياف السياسية تقبلت النتائج. ناجي حظك مع الفاصل، أدري لماذا لابد أن نذهب للفاصل، نعود إليك لنتعمق أكثر بعد قليل. مشاهدينا الأعزاء متابعي شاشة الغد، هذا فاصل ونعود بعده مباشرة. مرحبا مجددا مشاهدينا الأوفياء، أعود إليك يا أستاذ ناجي وقد قاطعتك بسبب الفاصل، نعود من حيث توقفنا. كنا نتحدث عن قبول الأطراف السياسية وكل المشاركين المترشحين، يعني من الطبيعي جدا أنهم يقبلوا بالهزيمة، وسمعت يعني البارحة تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد واعترف بالهزيمة و تحدث عن بعض الأسباب مذبية نقف عندها. لك كل الوقت. لكن قبل ما يعني الجميل في من صوتوا من ساهموا في مرور قيس سعيد ونبيل قروي للدور الثاني، أنهم يعني حين أرادوا وقرروا معاقبة الطبقة السياسية أو جزء كبير منها من منظومة الحكم، يعني لم يلجوا إلى الشارع والاحتجاج. نعم. وكما حدث في 2011، ولكن العقاب كان قاسي جدا، لكن كان بس في الصناديق في الانتخابات. يعني أتحدث هنا عن الأسباب، وقلت يعني أشار لها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وهي الصورة التي وصلت إلى أو تلقاها الشباب تونس، أو يعني جل اللي صوتوا لقيس سعيد وخصوصا قيس سعيد. الصورة كانت كالآتي: طبقة سياسية منشغلة بالخصومات، منشغلة بالصراع بالسياسي، وكان هناك الكثير من النفاق والانتهازية. نعم. لم يتحقق شيء، لم تكن هناك نتائج ملموسة، وكان هناك يعني وسط شبه احتقان اجتماعي، لم يتحقق الكثير بالنسبة للشباب وخصوصا خريجي الجامعات. ظاهرة البطالة هي نفسها يعني مهيمنة، والأرقام تدل على هذا، نسب الانتحار وغيرها. حكيت على الشارع وآراء ناجي، باش نعمل انتقالة من خلال كلامك. الرأي العام مهم بالتأكيد، في أسلوب تغطيتنا الخاصة دائما نستعين بالخبراء والمحللين، ثم ننصت لنبض الشارع ونسمع منه تعليقاته ونعلق عليها فيما بعد. ما رأيكم لو ناخذ باقة من آراء الشارع التونسي غداة ظهور أولى النتائج، ثم نعود لنعلق. بالنسبة لي أنا فرحانة على الأخر، راني بالريزولتا نتاع الانتخابات. قيس سعيد أستاذ كبير معروف، رجل قانون، قاطع الانتخابات، أما اللي ترشحوا زوز باهين، يعني اللي جي منهم مبروك. والشعب اختار ناس كيما يحبوا هو. وكاو الرئاسة حاجة صعيبة برشا، يلزمها رجل قانون يفهم فاش قاعد يعمل. أنا واحد من الناس الصعيبة كان نعطي صوتي لنبيل قروي مع احتراماتي ليه. أنا ماذا بيا زوز رؤساء لكان تقبلهم الدولة، لكن أنا نحب القروي. القروي طلع الجبل وكل الزوالي وكل الخليل، نحبه يحكم في الدولة ذي. امرأة وراجل يباتوا في الشارع والناس بالجواعة، ماذا بيا واحد منهم
مش نحبه خاطر باش يعطيني فلوس، انا يعطيني كالربي سبحانه. ولكن معناها تلك هي الانتخابات، نجموا اننا يعني كما يقول المثل المصري اللي ياكل من عيش الكافر بيحارب بسيفه. من السهل جدا استغلال مآسي ومحن البسطاء والفقراء والزواولة والتغرير بهم، ومن السهل جدا أن يتحول الذئب إلى خروف وديع. هذا شعب رقاد في الخط دوار في الحلة، حينما يدرك بأن شخص ما أو جهة ما تتلاعب به فأنه يعاقبه، والعقاب كان واضح للكثيرين ممن تلاعبوا بمآسي وتاجروا وكانوا من أساطين أوركسترا وسمفونيات الكلام، ولكنهم تورطوا وكانوا يأكلون على موائد من يذلون الشعب. أرى الشارع التونسي دائما على نفس القدر من التنوع، وفيه حتى بعض الطرائف الذي يستبق فقرة طرائف ولا طائف. أحد المتدخلين قال أنا نحبد زوز رؤساء، صعيب نعرف اللي السفينة يلزمها أربان أو قائد واحد. زينة تعليقك على ما استمعت إليه. ولا أنا ماذا بيه 26 الكل الكل رؤساء؟ لا عاد صح هنجرب نشوفوا احنا. لا أنا مجلس مجلس رئاسي أي مثلا رأي الشباب هذا نجم نقوله بمعني الشباب احنا. لا لا رايك انت يمثل لا لا, لا اكيد لا, لا 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 هذا رايي انا وحدي معني، لكن انا عجبتني الطفله اللي قالت انا فرحانه بالنتيجه. انا زاد فرحانه بالنتيجه، ما يهمش الاشخاص اللي تعدئوا، اما اللي يهم هو الكف اللي خذيناه الناس الكل، مجتمع مدني واحزاب سياسيه. والحاجه الباهيه انه ثم صفعه، انت قلت ثم صفعه تفيق يعني فما ترويج للعنف طبعا. انت فرحانه بالنتيجه يعني؟ اكيد، لانه فما نتيجه ايجابيه ورا هذه. فما ايجابياتها تقول اللي التونسي رجع عنده ثقة أنه صندوق ينجم يغير، أنه راو الأشخاص هذيك ما همش يتحطوا قبل الانتخابات، لأنه تونسي أغلب التونسيين جيت تحكي معاه الانتخابات توعية وغيره يقول لك ليه ما هو هما باش يحطوا جماعتهم. تعتبروا انتصار الديمقراطية؟ أكيد انتصار أكثر للشعب التونسي، أعطى ثقة في الصندوق أكثر؟ بالضبط. يعني أي إمكانية للتزوير مستقبلا مستبعدة؟ بالضبط، هذايا يثبت أنه الشعب التونسي متأكد 1000% اللي صوته باش يوصل، واللي صندوق ينجم يغير، واللي هو اللي نجم يقرر الشيء هذا. وهذه جهود الهيئة المستقلة العليا للانتخابات اللي تعمل في جهود جبارة للأمانة. ما عادش في تونس وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات، وهذا في حد ذاته مكسب لابد من الإشادة به. تفضل، أو الإشارة إليه على الأقل. يعني تعليقي أنه المسار الديمقراطية يتوتت في تونس، هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، الصندوق يعني أتى بإرادة الشعب، ونحن يجب عبر عن إرادة الشعب، يجب أن نحيي إرادة الشعب. جميل، إرادة الشعب جديرة بأن تحيي. تعليقك ناجي على ما استمعت إليه. طبعا هو العقاب اللي مرسوه الناخبين التوانسة البارح يعني كان عقاب لجل الطبقة السياسية، هو عقاب للسيستام. لكن وقت اللي يتعلق الأمر بنبيل قروي، نبيل قروي يعني هو ابن السيستام، ابن السيستام، وهو كان واحد من أيام بن علي طبعا. وهنا نتحدث يعني على خصوصا فترة يعني احتكاكه برئيس الراحل باجي خلاب عليه السيستم الحالي، أو هو من الداخل، هو ابن نداء، هو أحد صانعي نداء تونس، وكان يعني صديق مقرب جدا لرئيس الراحل ولعائلته، وهو من أشرف صناع الباجي أيضا، ويعتبر نفسه صانع، هو من صناع الصورة التي سوقت عن الباجي. يعني هو كان في الكواليس الخلفية، يعني كان وراء كل ما يسوق اتصاليا عن الباجي قايد السبسي، وهو صاحب الحملة الاتصالية يعني الكلمة الشهيرة فبحيث هو من صنع يعني هو وشقيقه غازي. حتى التسريبات ما أثرتش ناجي، لأنه رجعت كثير من التسريبات الصوتية للرجل ويتحدث عن الصحافة عن نشاطات. طبعا أثرت، لأنه كنشوفه يعني أربع شهور فائز. كيف أثر؟ يعني من أربع شهور نبيل قروي كان يحتل الصدارة بتقريبا بحوالي نسبة 28%، كان الأول يعني بالضبط. ثم في بعض استطلاعات الرأي وصل حتى تقريبا في صبر أرى آخر. النسبة هذه يعني ظلت تتدحرج نسبيا، وصل ل 26-24%، لكن بعد إيقافه في السجن هذا فادوا طبعا وزادت تقريبا نسبة مظلومية السجن طبعا، لأنه بالضبط يعني تحول من شخصية متعلقة بها قضية يعني طبيب أموال وغيره إلى سجين رأي، إلى سجين رأي
الى الى رغم انه السبب الى ضريبي وتبييض اموال. طبعا لانه شوف راهو في ذهنيه يعني جمهور نبيل القربي. ما نحبش نتحدث هنا على مستوى التعليم او غيره طبعًا. لكن نحترم اراده الناخبين نعم. ونحترم قرار التوانسه. في مستوى التعليمي غير معروف على عكس قيس سعيد اللي درس في الجامعه. اي توا تظهر الارقام لانه فما دراسه توقع يعني هذا السر لم يكشف لانه المفروض الملف الطبي والمستوى التعليمي للرئيس واملاكه ثلاثه اشياء لازم تقدم بالعرف مش بالقانون. ممكن هو اغلب الانتخابات حول القانون الانتخابي حول الفئات التي صوتت وكيف صوتت يعني نعم. هو اغلب من صوتوا لنبيل القروي تقريبا في مناطق الشمال الغربي وفي الجزء حوض المنجم. نختم بمحور السيناريوهات الممكنة قبل أن نعلق على صورة الطرائف ولا طرف. السيناريوهات الممكنة ترتيبات البيت اليوم كيف يمكن أن نراها زينة؟ احنا عندنا زوز أشخاص في الدور الثاني، شخص منهم في السجن. في السجن أي عندك دور ثاني ولا لكن ليس مدين، ما هوش مدين، فماش إيدينا بالضبط. لم يدن نعم. وما زلنا في يعني القضية تولي ما زلت في التحقيق أصلا، ما زلت ما وصلتش المحكمة الابتدائية ولا غيره. هذا ياخذ تقريبا خمس سنوات. ما زلت على دائرة الاتهام. ما زلت بالضبط، ما زال على دائرة الاتهام. على إذا كان السيد هذا يربح الانتخابات الرئاسية مأزق. هذا مأزق. وهذايا في نفس الوقت راه هذايا زاد علاش الانتخابات 2019 هي درس كبير للناس الكل، لأنه حتى المأزق القانونية اللي طحنا فيها يلزمنا نعاودوا نراجعوها للانتخابات. نسمعوا رأي شاب آخر نزار، السيناريوهات الممكنة. السيناريوهات الممكنة الانتخابات الرئاسية أو كمسار انتخابي الدور الثاني وما بعد الرئاسة. نعم اليوم سوف تبدأ أو بدأت التحالفات أو تشريعية. نعم للتشريعية وثم ثم انعكاس وتأثير نزار لهذه النتائج على التشريعيات الوشيكة. فيه تأثير كثير كبير جدا خاصة على مستوى تحالفات الانتخابات التشريعية. بدأت كنت تحكي لي في الأوف على مساعي بين حزب مساعي بين النهضة وحزب قلب تونس نعم، ليكون هناك تحالف سياسي فيما بعد ويعني تقسيم لأدوار. طيب النصر النهائي إذا ما غادر القروي سجنه واردة منافسة حقيقية مشتعلة أم قد تحسم لطرف ما الأكاديمي النزيه المتقشف أم رجل الأعمال رجل الاتصال بامتياز؟ سوف يكون هناك سباق محموم بين الاثنين. سباق محموم نعم. نعم ناجي مازال دقيقة قبل أن نعلق على الصورة، نحب نقرأ معك السيناريوهات الممكنة لو تسمع. يعني حالتها شوف يعني وجود مرشح إلى الدور الثاني وقد وربما قد يتم انتخابه يعني رئيس الجمهورية تسبب في حرج كبير للجهاز القضائي. هو أكثر جهاز محرج اليوم طبعا. وأنا نتوقع يعني قالوا لو أفرج عنه سيؤكد صورة الضغوط ولو لم يفرج سيكون عنه. يعني لو يعني لو نجح نبيل القروي في الفوز برئاسة الجمهورية سيكون القضاء مجبرا على إطلاق سراحه، لأن الدستور ينص على تمتع رئيس الجمهورية بحصانة. لكن هي حصانة بعدية عفوا ليست حصانة قبلية. إيه لكن يتم تعليق الملاحقات القضائية طبعا في حقه. حسنا تجيب اداء اليمين لكن انت في نجاح سايبه بعد تعطيه حسنا. ثم نقاش قانوني كبير. هو ثم نقاش قانوني بالضبط لكن الانتخابي يعني غير واضح. ربما نخسروا حلقه اذا بلغنا هذه اللحظه ممكن نبلغوها على المستوى التحالفات. يعني كما كان يحكي نزار حركه النهضه بما ان مرشحها يعني منيا بهزيمه طبعا ستبحث عن المخيم الاكبر وستبحث عن تحالفات يعني توصلها الى منظومه الحكم، لأن هذه حركة النهضة الوصول إلى منظومة الحكم. نعم واضح المسائل تبقى خلافية طبعا. لا ختام لنا دون اللطائف والطرائف من الانتخابات. ننهي بابتسامة أو بفكرة تبعث على الابتسام. الصورة الرائجة طوال ليلة البارح واليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات تونسية صورة قيس سعيد يحتفل بصورة العلم يقبله ويقف إلى جانبه، وثم نظرات وإشارات النصر والتحدي. تتابعون معنا الصورة بالتأكيد. ثم تقبيل للعلم، استدعاء العلم. فما اللي لاحظ أنه مبكر هذه الصورة فما قال لا من حق الرجل يحتفل. ناجي تعليقك. هو تعبير منه يعني لجمهور ناخبيه عن وطنيته عن تمسكه بالوطن تونس، ولكن يعني خوفي أنا أكثر من أنا نحب نسمع نعم. يعني أفكار وبرنامج قيس سعيد. نعم زينة في أقل من دقيقة نصف دقيقة هذه الصورة جملة فقط.
اقل معني. هو فكرني في احباء الفرق الرياضية القدم اللي كفية ثم احتفال شبابي رما وصوتوا له الشباب نزار. انا نشوف فيها برغم اني تعبر عن احتفاله وحبه للوطن نشوف فيها الشعبويه بعض الشيء الصور هذه. بهذا نختم، كل الشكر لكم مع حفظ الالقاب نزار مقني، زينة الماجري، وناجي زعيري، شكرا لكم. الشكر الاكبر لكم مشاهدينا الاعزاء اوفياء قناه الغد في بثها الرقمي والفضائي. في الختام هذه تحيه مني انا مكي هلال وكامل فريق البرنامج التقني والصحفي من تونس ومن مصر. في امان الله.